أم أحمد. أم أحمد، يسعد مساك يا شيخ. يسعد مساك يا أم أحمد. ومساك يا شيخ. أنت من أمس تنتظرينا؟ إيه والله من أمس. يلا، كم الساعة عندكم الحين؟ هلا عندنا الساعة 2:10. والشمس غابت. أي غابت. إيه يا سلام، يا زين جوكم. قول يا أم أحمد. قول يا شيخ، أنا مبارح يمكن ما وضحت لك السؤال مني. أيوة، أريد خليك دايركت، أعطيني في الوجه، ما تلفون. أقول لك أم أحمد قبل ما تتكلمي، أنا عندي معاناة من الناس يتكلمون ساعة، يوم أفصل في جواب أقول لك بس أنا صراحة بقول لك الشيء دايركت والجواب يكون كلمة، فأنت خليك أعطيني في الوجه، أحب اللي يعطيني في الوجه. إيه؟ صح. أنا مشكلتي رب العالمين ابتلاني بزوج صعب كثير، وأنا صار لي متزوجة تقريبا 20 سنة. ما شاء الله، رتبة لو أنت يا أم أحمد. يعني تعرف يعني الصبر اللي أنا صبرته إن شاء الله يا رب يكون صبر خير إلي بالآخرة. فأني هلأ وصلت لمرحلة إنه جوزي هجرني، يعني نحن وصلنا خلاص إنه كل مين بحاله. أنا رب العالمين ما طعماني بعشرين سنة إلا بنت واحدة، طبعا رب العالمين طعماني هاي البنت لأنه هو ما بده مني أطفال. هو إنسان يا شيخ، إنسان لنفسه، إنسان وحيد، إنسان ما يفكر إلا بنفسه. يعني حتى بنتي يعني ما يفكر إنه هاي البنت لازم يكون عندها أخ أو أخت أو ما شابه ذلك. خلاص كبر، يمكن يا أم أحمد كبر ما يقدر يجيب عيال. طيب كبر هو، بس نحن يوم تزوجنا هذا الحديث صار له 20 سنة يا شيخ. يعني كبر، يمكن عقل وندم، بس ما يريد يصارحك بندمي. هذه علتنا احنا الرجال، ما نصارح حريمنا بالندم، ما اقول انا اسف. طب انا بس بدي سؤال، انه شو حكم المرأة اللي هو اللي هجرني؟ على فكرة شوفي، هو اللي هجرني، انا ما هجرته. اسمعي ام احمد، اسمعي، تفضل بسألك اسئلة جاوب. هل انت جارتي؟ انت جارتي؟ لا. زين، هل أنا بنام بالغرفة اللي مجاورة لك ولزوجك؟ أكيد لا. هل أنا اللي أمس تعشيت عندكم؟ لا. ممتاز. أنا هذه الخيار لما تتصل امرأة تقول لي شو أسوي، أقول أنت صاحبة القرار مو أنا، الله أعطاكي خيارات ليه تحطيها بيدي؟ صح كلامي ولا لا؟ مزبوط. الله أعطاكي خيارات، الله عز وجل يقول لك أنت اصبري وأنا أرجح الصبر. أنا بصفتي ما أعيش معك، أنا يعني وظيفتي أنا أدعو الناس للخير، أقول الصبر زين، بس الله أعطاك خيارات صبر، تريدين خلع، تريدين طلاق، الله أعطاك خيارات، ليه تسألين واحد الله ما أعطاه الخيارات أعطاك لك؟ أنا اللي أقدر أقوله الصبر بس، لكن الخيارات بيدك. صح يا أم أحمد جوابي ولا لا؟ صحيح. فلا لا تعطي قرار أو خيار منحه الله لك تعطيه لغيرك. بس يا شيخ، أنا الله يشهد علي أنه أنا حاولت كثير أنه أنا أرجع أبني هاي الأسرة. شيخ هذول 20 سنة، يعني أكيد 20 سنة صبر. مو معقول أنه أنا ما حاولت وما سعيت وما دعيت وما توسلت ربي. فأنا هلأ وصلت لمرحلة أنه أنا عايشة بهذا البيت لبنتي وهو عايش لبنته. أنت صاحبة القرار، أنت أدرى بوضعك. أنا وظيفتي أقول لك اصبري والله يعوضك خير، هذه وظيفتي. وأحيانا أقول اصبر وأنا غير مقتنع، ترى أنا ضد ظلم الزوجة وظلم المرأة، ولا أقف مع رجل يظلم المرأة. ما تريدها الله ليه؟ لأن لا تمسكها، لا تمسك تضرها، لأن الله عز وجل يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الله قال لك يا أخي امسكها محترم واتركها محترم إذا ما تريدها، بس لا تضر الزوجة. أنا ضد الواحد يتمسك بزوجته ويتمسك فيها، لا هو سرحها دقيقة ولا هو طلقها بس يخليها ديكور عشان العيال ضد هذه المسألة أنا ضدها. فأحيانا لكن ماذا أقول؟ الصبر زين. لماذا أنا ضدها؟ لماذا؟ لأن هذا الأمر يؤدي قسوة الزوجة، نفور الزوجة، يعني وتطالب يعني بحقها بطريقة ربما شرسة. فأقول لك الله، أنا ربما أقول لك اصبري، وأحيانا أكون 90% مقتنع زوجك ظالم، بس إذا قلت لك اصبري ظلمتك. بس أنا مأمور من ربي جل وعز، من ديني، أمرك بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. لكن أنت صاحبة القرار في النهاية، مو وسيم يوسف.
أنا يا شيخ أني صابرة والحمد لله، بس نفس أمارة بالسوء، إنما الحياة الغرور، يعني إنه أني إنسانة عم بطلع حوالي عم أشوف الدنيا، عم أشوف العالم شلون عايشة، عم أشوف الحياة شلون رب العالمين مكملها بانيها، فأنا عم بطلع إنه أنا عم أحس نفسي إنه أنا عم بقتل نفسي بهذا الشيء. يعني أنا هلا يوم بطلع على صديقتي أو على جارتي أو على الناس اللي زوجها وعايشة، أطلع مثلا أنا شو أظني أقول ليك أنا أحلى من فلانة، زوجي مثلا أكبر من زوج فلانة، ليش أنا مثلا ما صاير معي هيك، ليش ما أني مثلا مثل فلانة. أنا يا شيخ عمي اللي صاير فيني إنه أنا عم أحسد الناس بطريقة لأجل وضعي. أنا هلا ما حدا يعرف ببيتي أنا شو فيني، بس أنا صرت بمرحلة ضعيفة، أنا صرت أحسد صديقتي، أحسد جارتي، أحسد فلانة. أطلع أنا أحيانا مثلا يا شيخ أروح على حفلة كل واحدة جاية هي وزوجها إلا أني مثلا لوحدي، يعني ليش أني مثلا زوجي مو بجنبي، مثلا ليش مثلا ما نروح مثلا على مكان مع بعضنا، ليش مثلا ما نروح نسهر، ليش ما نكون مو بس بالبيت، يعني كمان نكون قدام الناس شكل ثاني. والله يا أم أحمد أنت أصدق امرأة اتصلت في البرنامج، ليس مبالغة، ليس مدحا في وجهك، أنت صريحة، أنت تقولين أنا أخاف أنفتن من الآخر، هذا اللي فهمت كلامه، أنا أخاف أنفتن. أنت أصدق امرأة اتصلت في البرنامج. بمعنى آخر واحدة تقول يا دكتور وسيم أنا زوجي مهملني وهاجرني وأنا خاف أنفتن وخاف أقع بالحرام لأن أشوف الناس تهتم، شو أسوي؟ فأنا أقول لك قرار بيدك، ألف زوجي روح ولا تقع المرأة بالفتن، علمتي؟ فالقرار بيدك. وصلت الرسالة؟ لهذا رسالتك لكل زوج، كل زوج سمع أم أحمد، هذا فكر كل امرأة هجرها زوجها، صح يا أم أحمد ولا أنا غلطانة؟ صحيح صحيح. كل يا شيخ أنا صرت أحسد كل الدنيا، صرت أحسد كل الناس، ليش أنا ماني عايشة مثل فلانة، مع أنه يا شيخ أنا على فكرة طلعت من سوريا وما عندي لا أولاد مثلا خارج جيش، لا عندي حدا مطلوب مثلا أمنيا، رح نحكي بصراحة أنا طلعت كرمال أنه أنا أعيش، أنا طلعت من الوضع اللي أنا فيه، أنا وضعي مثلا أنا عيلتي عيلة محافظة، إحنا عنا البنت إذا ترجع عبيت أهلها تتطلق، إحنا عنا طلاق خط أحمر، هذا جوزك هذا مصيرك. أنا والدي يوم أول ما تزوجت الله يرحم والدي عنده مقولة لجميع أخوات البنات، يوم يجي العريس يأخذ البنت من عنده يقول له من عندي لعندك على التربة، هي على القبر، هي هاي كل الرجال، نعم، من بيت زوجك للمقبرة. أيوة من بيت زوجي على المقبرة. فنحن عندنا البنت المطلقة يعني خط مو بس أحمر، يعني كارثة بالعائلة. هذا يعني فكر للأسف عن... فكر المجتمعات العربية، النبي صلى الله عليه وسلم طلق، الصحابة طلقوا، صحابيات طلقن، يعني الطلاق حكمه كحكم الزواج، اثنين اتفقوا مع بعض وتزوجوا، بعدين اثنين ما اتفقوا مع بعض وتطلقوا، حكمه كحكم الزواج، حكم شرعي كحكم الزواج، اثنين اتفقوا تزوجوا، اثنين ما اتفقوا تطلقوا، هذه سنة الحياة. لكن للأسف الرجل لما يطلق ما ينظروا نظرة عيب، صح يا أم أحمد؟ الرجال عادي يطلق يقول لك طلق، ولا والمصيبة يكون في البنت، ليه طلقها فكرك؟ أكيد في شيء. لا يا شيخ، والمرأة تبقى المرأة يا أم أحمد تبقى معابة، إيه مطلقة، هذا الفكر الرجل، شو نسوي؟ نبدل العقول؟ هذا وظيفتك أنت كأم تغير هذا الفكر في عيالك، أنا أغير فكر بعيالي، خيار الزواج قرار اختيار والطلاق قرار اختيار، ما يشوه أحدهم الآخر. ولو يا شيخ وأنا يوم جيت على هون على أوروبا فإنه قلت إنه خلص يعني 20 سنة و15 سنة فاتت وهلا صار لي 5 سنين بأوروبا، فخلص لازم إنه أنا أعيش حياتي. فكمان صارت هيك فصلت انفصال بيني وبين زوجي، فكل النسوان السوريات اللي موجودات عندي بمنطقتي أول كلمة حكوها إنه أم أحمد ما حسبت حساب لبنتها، إنه نحن إذا مثلا ما نيجي نخطب بنتها لأم أحمد، أم أحمد مطلقة، يعني أم أحمد فكرت بس بنفسها. فأنا يعني حسيت بأنه أنا ظلمت نفسي 20 سنة، كمان أنا بدي أجي أظلم بنتي؟ فأنا قلت لا، خليه يرجع مراية قدام العالم وخليه يعرفوا أنه أنا عندي زوج وأنه أنا ما أضر بنتي. أقسم بالله يا شيخ، أقسم بالله سبب رجع زوجي لبيتي أنه سببه الناس. أنا فكرت ببنتي، ما فكرت أني بالناس، أنا أعرف نفسي منيح، بس أنا فكرت ببنتي، قلت ما بدي العذاب اللي أني تعذبته أنه أنا عايشة لبنتي، ما بدي زوج بنتي وأهل زوج بنتي يطلعوا على بنتي محمد. هاي أمها مطلقة. اسمع أم أحمد، أنا من لن أعلق، أنت وجه نصيحة، أنا ساكن، أنت وجه نصيحة للأزواج اللي هجروا يهجرون زوجاتهم، أنت تكلمي، البرنامج لك، خذ راحتك،
وجه نصيحة. أنا بدي أنصح كل رجل إنه يحس بالمرأة عن جد إنه هذا الشيء حرام، حرام لكل زوج يظلم مرأة. المرأة عم تعاني، عم تقوم من الصبح، عم تروح على شغلها، عم تيجي، عم تكافح، عم يعني المرأة بتستاهل من الرجل كلمة حلوة. صدقوني يا رجال الدنيا كلياتها، إنه أي رجل بيحكي مع المرأة، المرأة عقلها صغير، المرأة كلمة حلوة، ابتسامة، غرض من هون. صدقوني كل أكبر زلمة يشتري قلب أكبر امرأة. فأني اللي بدي إياه أنه اتقوا الله بأزواجكم، المرأة رحمة بالبيت، وما حدا يحس بهذا الحكي اللي أنا عم بحكيه إلا اللي فاقد هاي الرحمة. فأني بدي أقول للكل أنه عاملوهم بإحسان، لأنه رب العالمين قال أما اسلوبا باحسان او معامله بمعروف او تسريحا باحسان. فانا بدي اطلب من الكل انه عن جد انه يتقوا الله بازواجهم، انه احنا عن جد رب العالمين خلقنا رحمه وكنينه للزوج. فكل واحد هاجر زوجته، انا الله بيشهد علي انه انا حاولت انه انا ارجع كما كنت لزوجي، بس رب العالمين طعماني رجل صعب، كثير كثير صعب. يعني 20 سنة أكيد الناس حاسة فيني إنه مو معقول هاي الإمرأة صابرة 20 سنة ومو عارفة تدبر أمورها. لا، عارفة أدبر أموري، بس أنا إذا ما بلاقي ضوء أخضر من الشخص من الطرف الثاني أنا وضعي صعب. إذا بيجي الطرف الثاني الزوج إذا يقول للزوجة أنا ما بدي إياكي، أنا خلص يعني أنا أحس نفسي إنه أنا مرة مكتورة، إنه أنا مرة غير مرغوبة، أنا مرة ماني قدران أستوعب هذا الرجل. وأكره شيء يا شيخ، أكره شيء اللي رب العالمين يكرهه، يوم إنه أنت يوم أنا أكون مجهزة نفسي لزوجي وزوجي يقول لي إنه أنا ما أريدك. يعني معليش كل الأزواج تحس ظلم، تحس بنسوانها. المرأة يوم تيجي تقول لزوجها أنه أنا جاهزة لإلك، هذا مو معناته أنه الأمرأة قليلة. أنا جاهزة لزوجي، رب العالمين حل الزواج. فلا تكسروا بخاطر نسوانكم. نصيحة، أنا هلأ صرت أطلع لبرا، أنا الحمد لله ماني غلطانة، بس أنا صرت أحسد الناس، أحسد العالم كيف عايشة، أحسد صديقتي، أحسد جارتي. هاي اليوم راحت مشوار، هاي إجت، هاي سافرت، هاي. لا تفكرون إنه الحياة، عيشوا حياتكم، عيشوا بما رب العالمين قسم لكم إياه بالحياة. أعبدوا الله، أعبدوا يعني عيشوا حياتكم حياة حلوة، والحياة هيك بس بدها هيك طعمة. والمرأة لحالها ما تكفي، والرجل لحاله ما يكفي. رب العالمين خلق الزوجة والمرأة ليكونوا روح واحدة. فأني لحالي أم أحمد، أنت اتصلتي تاخذ نصيحة مني، نصحتينا كلنا. لأنه هذا قلب مجروح يا شيخ. أدري لهذا سوف قلت لك انصحيني وانصحي الشباب. والله يا أم أحمد هذه ليست مشكلتك فقط، هذه مشكلة للأسف أغلب النساء، هجران الزوج. الزوج يوم يهجر زوجته يفكر إنه يعني ما يعني خلاص تعتاد. هي ما تعتاد، المرأة كالكأس قلبها كالكأس، استحالة أن يبقى فارغا. إما أن تشبع زوجتك بحبك، لكن لا تجعله فارغا، استحالة أن يبقى شيخ كأس. صعب فارغاً. صعب يوم تيجي هيك، تيجي لعند مثلا بدك تقعد قاعدة أنت وزوجك، يقول لك إنه أنا والله ما أريدك. يعني معلش رح نحكي بكل صراحة. لا 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 تحكي، لا تقولي بكل صراحة، يستر بيتك في أطفال. لا بكل صراحة، يعني يقول لي بكرة أنا بس ألاقي وحدة هون عندنا بهالبلاد خرج إنها تأسلم، أنا زلمة بدي أروح أسلمها وأقعد معاها وأسيبك. يعني أنا روحت أول 20 سنة من حياتي وأنا بنت صغيرة ما ارتحت، أقول يلا معليش رح يجي يوم اللي أنا أرتاح. صارت الأزمة بسوريا، طلعت لحتى إنه أنا أرتاح، رجعت الأزمة هي. فالأزمة هي زوجي وأني. الأزمة مو أزمة سورية، لا، أنا طلعت من الحرب، أنا طلعت لكي لأعيش، بس أنا إجيت لقيت الأزمة قدامي. طلعت الأزمة هي أنا وزوجي، مو الحرب بسوريا. أنا بقول لك يا أم أحمد الخيار لك، هذا أكثر شيء أستطيع أن أقوله لك. شكرا لك يا شيخ. أنا أعرف أنه المشكلة بإيدي، بس أنا كنت حابة أني أعرف أنه كمان أني خسرت الدنيا، أنه كمان أني بكرة يوم القيامة رح أرجع بين إيدي رب العالمين. يقول لي رب العالمين عز وجل، معلش أني عم بحكي من قلب محروق، ورح نحكي عبيصات أحمدي. هل من المعقول أنه أنا عشرت 20 سنة بالقهر وأتحمل كل شيء، بعدين رب العالمين يوم القيامة يقول لي والله أنت هجرتي جوزك، اذهبي إلى النار؟ اسمعي، أنت شو ما أخذ فكرة عن الله؟ هل الله عادل؟ أكيد رب العالمين عادل. وهل تتوقع أن الله عز وجل شانه سيقول لك هذا وهو عادل؟
أحسن الظن بالله. لا إله إلا الله. أحسن ما على الزوج من واجبات عليه أيضا حقوق، وما على المرأة من واجبات عليها حقوق. الزواج حياة مشتركة، حياة اسمها شريكة حياة وليست زوجة. أعطي حبا أعطيك حنانا، هذه قاعدة الحياة. أما تأتي تضعني في البيت وأنت داير ومسافر وتلعب وتاركني أنا في البيت، ثم بعد ذلك تهددني بشريعة الله أن أقر في بيتي، لا يا سيدي، قر أنت في قلبي أولا ثم أعطني أحكام الشريعة أن أقر في بيتي. علمتي؟ لا يا شيخ، وأحلى شيء بيقول لك أنه أنت إذا بدك تدخل الجنة دخولك إلى الجنة من عندي أني، أنه أني رح دخول الجنة دخول من رحمة الجنة. برحمة الله وليس بيدي أحد. قال صلى الله عليه وسلم لا أحد يدخل الجنة بعمله إلا برحمته. قال ولا أنت، قال ولا أنا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. شكرا لك يا شيخ، طولت عليك. طول، شكرا جزيلا، ويسعد مساك، وشكرا لكم جميعا. يا مرحبا. نعم.